صباح الخير. في ناس ما بيعرفوش كلمة المستحيل وبيعتبروا ان اختلافهم هو سر تميزهم في هذه الحياة، انهم ذوي الهمم من اصحاب القدرات الخاصة واللي الحياة تحدتهم بشكل كبير، لكنهم استطاعوا ان هم يخلوا هذا التحدي يقهروه ويتجاوزوا الصعب، وبالعكس ويخلوه دافع ليهم للتفوق والتميز. العالم في هذا الأسبوع بيحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم، وبالتحديد يوم 3 ديسمبر، وفي هذا الإطار أطلقت مصر النسخة الثالثة من احتفالية قادرون باختلاف، وده بمشاركة 450 فرد. هنتعرف أكثر عن يعني هذا الاحتفال وكيف استطاع هؤلاء أن هم يتميزوا ويتغلبوا على كل هذه الصعاب مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة وسام منير استشاري التربية الخاصة. برحب بحضرتك يا دكتورة، وخلينا في البداية نعرف أكثر حول احتفالية قادرون ونبدأ الحوار على طول. الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا بذوي الهمم والعزيمة، ويوجه دائما بتوفير الرعاية الكاملة لتلك الفئة الفعلة بالمجتمع حتى يحيوا حياة كريمة. وتنطلق اليوم النسخة الثالثة من احتفالية قادرون باختلاف بمشاركة نحو 450 شخصا من ذوي الهمم. يأتي ذلك بعد أيام من الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن أصحاب الهمم العالية هم قلب مصر وأملها والجانب المضيء في مستقبلها. هذا اليوم الذي يعد تعبيرا صادقا عن مدى قدرات وإمكانات أصحاب الهمم في التحدي والإرادة والعزيمة، فهم الجزء الأصيل من نسيج هذا الوطن. وتسعى الدولة لتغيير نظرة المجتمع إلى ذوي القدرات الخاصة وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع، وذلك من خلال تحسين الفرص التعليمية المقدمة لهم ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس. الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم الأشخاص ذوي الهمم، حيث أن حقوق هذه الفئة تأتي على رأس أولويات جميع مؤسسات الدولة من خلال إقامة مراكز لخدمة ذوي الهمم وتنظيم عدد من فعاليات لهم تتضمن جولات وأنشطة ترفيهية، وتنظم ماراثون جري لضعاف السمع وبرامج لذوي الهمم الذهنية. إذن مشاهدينا نبدأ الحوار مباشرة مع ضيفي في الاستوديو، ضيفتي في الاستوديو الدكتورة وسام منير استشاري التربية الخاصة. برحب بك مرة ثانية دكتورة وسام. ويعني إزاي نقدر نقول إن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ممكن يكون دافع ليهم لمجابهة الصعاب وزيادة يعني قدرتهم على التحدي؟ زي ما حضرتك قلت كده من شوية، 3 ديسمبر من كل عام هو اليوم العالمي للاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إطلاق هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة اللي بتخلي كل العالم كله في اليوم ده يطلعوا يحتفلوا بالأشخاص ذوي الإعاقة. طيب هما ليه تم تحديد هذا اليوم؟ أول حاجة إيمانا منهم بأن وجود أشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع ده دليل إن إحنا شايفينهم وإن إحنا حاطين عينهم عليهم، وإن إحنا بنحاول نعمل دمج هؤلاء الأشخاص مع الأشخاص العاديين. الحاجة التانية هو التذكير بأهمية حقوق ذوي الإعاقة اللي المفروض ان احنا عندنا وعي كبير قوي بيها، وان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا كمان هم يكون عندهم نقف على متطلباتهم واحتياجاتهم اللي هي المفروض كل عام بتتغير. اليوم ده كمان الهدف منه ان احنا عاوزين نزيد الوعي والمشاركه والمحاوله الجيده في ان احنا نحاول ان احنا ندعمهم ونحقق لهم فرص المشاركه وحقهم في التنميه وحقهم في المشاركه في الحياه العامه، الحياه السياسيه، الحياه الثقافيه، الحياه التعليميه، في كل النواحي الحياتيه اللي احنا بنعيشها دلوقتي، حقهم في ان هم يكونوا معانا وجنبنا، يكونوا داعمين، احنا داعمين ليهم في كل المجالات وفي جميع الانشطه وفي جميع البرامج. فده هيتم من خلال وجود يوم كل عام بيتم الاحتفال به للتذكير بأهمية وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. طب إيه هي أهم المتطلبات اللي بيحتاجها ذوي الهمم من أجل دمجهم في المجتمع؟
في الحقيقه حضرتك بتقول متطلبات، هم زي ما حضرتك قلت من شويه ان الاشخاص ذوي الاعاقه احتياجاتهم ومتطلباتهم بتزيد مع الوقت زيهم زينا بالظبط. طيب هم احتياجاتهم ايه؟ اول حاجه حقهم في الرعايه الاسريه اللي هي بتبدا من الاسره اللي هي الخليه الاولى للمجتمع، لان للاسف بنلاقي ان كتير من الاسر ما بيعرفوش يتعاملوا مع الاطفال نتيجه ان هم عندهم جهل، ما عندهمش وعي، بيتعاملوا معاهم بدونيه شويه او التقليل منهم، وده واجهناه كتير جدا من الاسر اللي هي بتخبي الاطفال، بيكون عندها قدر من الحياء ان هي تخرج الطفل بره البيت او بيحسوا لحد ما بالذنب تجاه الاطفال دول. اول حاجه حقهم في رعايه الاسره تخلي الطفل ينتمي اليها الاول، تشرك الطفل في الانشطه المجتمعيه بتاعتهم، يخرجوا يتعاملوا معاه عادي، يتيحوا له الفرصه ان هو يتعامل مع قرايبه ومع اصحابه ومع اخواته. دي اول حق. الحق الثاني او الاحتياج الثاني نقدر نقول حقهم في التعليم. كل المواطنين على ارض الدوله حقهم في التعليم لازم يكون لهم حق متساوي، ولكن المشكله بتكون فين؟ الى حد ما وزارة التربية والتعليم بتسعى جاهدة أن توفر لهم قدر من التعليم الجيد علشان يقدروا يتعلموا بشكل سوي وبشكل سليم شأنهم شأن الأطفال العاديين، ولكن بتواجههم بعض الصعوبات زي مثلا بعض المدارس ما بيكونش فيها إتاحة لكل الإعاقات، صعوبة في المناهج الدراسية، ممكن نلاقي عندهم مشاكل أيضا في الدمج المجتمع بشكل كبير جدا، أن بعض الأطفال العاديين ما بيعرفوش يتعاملوا معاهم أو بيخافوا منهم، أو أولياء الأمور لما بيشوفوا طفل ذوي احتياج خاص جوه الفصل او جوه المدرسه ممكن يمنعوا اولادهم ان هم يتعاملوا معاهم او يتكلموا معاهم بشكل غير لايق او بشكل غير كويس. فده دور مهم جدا بتقوم به وزاره التربيه والتعليم. ايضا حقهم في الرعايه الصحيه اللي بتقول المفروض بتقوم بها وزاره الصحه والسكان، في ان هي بتحاول جهاده ان هي توفر ليهم شموليه مجتمعيه من خلال توفير ليهم الرعايه الصحيه الشامله، اعداد ملف لرعايه الاشخاص ذوي الاعاقه، وده طبعا هي كمان قامت بدور حلو قوي اللي هي الكشف المبكر للاشخاص ذوي الاعاقه اللي هم اطفال الصغيرين اللي لسه مولودين او حديث الولاده. لما بعمل ليهم كشف مبكر هنا الى حد ما بمنع حدوث الاعاقه او تطور الاعاقه بشكل كبير جدا على الطفل. وكمان حقهم في المساواه في التوظيف او في العمل، حق كل شخص برضه على ارض الوطن اللي هو بينتمي ليه ان هو يكون في مساواه في التوظيف، مساواه في العمل، عدد ساعات العمل، نسبه الاجور، الاجازات الرسميه، حاجات كتيره جدا بيكون ليهم احتياجات طلبات خلال كل سنة بتمر علينا مع الأشخاص ذوي الإعاقة. طب ممكن حضرتك قلتي إن كان بعض الأهل بيبقى عن جهل يعني بيداروا أو بيخبوا لو عندهم طفل عنده نوع من أنواع الإعاقة، هل يعني اليوم العالمي لذوي الهمم ساعد في تعريف المجتمعات بأصحاب الإعاقة وإزاي نقدر ندمجهم داخل المجتمع؟ زي ما قلت لحضرتك من شويه ان للاسف ده كان زمان شويه، يعني من فتره طويله جدا الاسر بالفعل كانت بتحس يا اما ان هي ما عندهمش وعي او جهل بان هم عندهم طفل له قدرات خاصه او له احتياج خاص، فكانوا بيتعاملوا معاه ان هو عاله او عبء عليهم، فبالتالي ان هم خلاص ممكن يتقبلوه ان هو يقعدوه في غرفه لوحده الاكل والشرب وخلاص وبس، لكن ما كانش فيه لا تعليم ولا مشاركه في المجتمع ولا يتيح له فرصه في اي حاجه، لا في التعليم ولا في دراسه ولا في حضور المناسبات الرسميه او الحاجات دي. طيب لما بقى جه عام انطلاق النسخه الاولى من قادرون باختلاف او الاحتفال اللي بيجي كل سنه اللي هو 3 ديسمبر من كل عام، الاحتفال العالمي بذوي الاعاقه، هنا بقى ادى طاقه نور ليه هؤلاء الاسر اللي عندهم اطفال. لا هم بقوا شايفين الدوله شايفه اولادنا والدوله قريبه مننا والدوله تبدا تدي لاولادنا اللي هم الاطفال ذوي الاعاقه او الاشخاص ذوي الاعاقه. طيب اليوم ده بيديهم امل في ان هم هياخدوا حقوقهم، حقهم في التعليم، حقهم في الرعايه المجتمعيه، حقهم في ان هي الدوله تعلمهم كويس وتاهلهم كويس، سواء تاهيل نفسي او تاهيل مجتمعي. التاهيل النفسي من خلال ان هو التكيف مع المجتمع اللي هو بيعيش فيه، زي ما انا طفل، لو انا طفل عادي او انسان عادي بتعامل مع شخص من ذوي الاعاقه انا كمان محتاجه تاهيل، وكمان الشخص ذوي الاعاقه محتاج تاهيل نفسي علشان يعرف يتعامل معايا. دي حاجه. الحاجه الثانيه تأهيل المجتمع، إن المجتمع بشكل عام لازم يكون عنده قدر من الوعي والثقافة في إن هو إزاي يعرف يتعامل مع شخص ذوي الإعاقة، لأن إحنا للأسف برضو بنواجه بعض المشكلات من المجتمع. إلى حد ما بنلاقي إن بعض الناس ما بيعرفوش يتقبلوا شخص ذوي الإعاقة، إما خايفين منه أو مش عارفين يتعاملوا معاه أو مش فاهم طبيعة العلاقة اللي هو بيعاني منها إيه، فدي كلها معوقات أو تحديات بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. طب يمكن النهاردة بتنطلق النسخة الثالثة من احتفالية قادرون باختلاف،
وده في إطار يعني اهتمام الدولة بذوي الهمم، ويمكن الاهتمام واضح جدا من الرئيس السيسي ومن الحكومة المصرية أيضا بأصحاب الهمم. هل هذا الاحتفال ليه دور في مساعدة أو التعريف بهؤلاء الأشخاص، وإزاي نقدر نتعامل معهم كمجتمع؟ قدرون باختلاف، ده كان توجه عظيم جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن سياسة الحكومة أو الدولة. عام 2018 كان عام ذوي الإعاقة، لما العام ده اشتغلوا كتير قوي على ملف ذوي الإعاقة ولا حقوق أو القوانين الخاصة بذوي الإعاقة. لما عملوا النسخة الأولى من قدرون باختلاف كان ليهم هدف كبير قوي، إن هم أول حاجة يلقوا الضوء على احتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، من هم لسه صغيرين لحد سن البلوغ أو سن الرشد أو إيه أو سن كبير يعني. بيحاولوا جاهدين إن هم يقولوا للأشخاص دول إن الدولة شايفاكم والدولة حاطة عينها عليكم، وإن الدولة هتقدم كل الدعم ليكم علشان تتيح أولاً الفرصة ليكم في إن أنتم شركاء في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. كان فيها لفته جميله قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي في قادرون باختلاف في النسخه الاولى، لما كان بيتكلم ويقول ان احنا بنستمد من هؤلاء الاشخاص العزيمه والاصرار والتحدي والقدره على العطاء منهم، هم من هؤلاء الاشخاص ذوي الهمم، لان هو قد ايه كان حاسس بان الاشخاص دول قعدوا سنين طويله جدا مهمشين ما لهمش دور في المجتمع. صحيح. ولو كان في بعض الاضاءه عليهم كانت اضاءه من باب ان هم اللي هم لفت حقوق الانسان بشكل اللي هو مش دعم قومي للدوله ولا الاشخاص، لكن ايمانا من رئيس الدوله وايمانا من الحكومه واتجاهاتها كلها في جميع ملفات، ملف الصحه، ملف التعليم، ملف التضامن الاجتماعي، الملف كله كامل بخصوص ده والعاق اختلف 360 درجه بعد النسخه الاولى من قادرون باختلاف، على اعتبار بالفعل ان هؤلاء الاشخاص هم شركاء في التنميه. يعني هي الدوله ماشيه في خارطه الطريق اللي هو التنميه، فالتنميه دي عمرها ما هتيجي طول ما احنا حاطين في تمييز وعدم مساواه بيننا احنا وبين الاشخاص ذوي الاعاقه. طب يمكن النسخة الثانية من قادرون باختلاف كانت عن مواجهة التنمر. تمام. وده كان يمكن ليه دور كبير في ان وزارة التربية والتعليم حطت منهج او في المناهج موضوع او احترام الاخر. عظيم. يعني اهمية ده ايضا في تأثير على الشباب والنشأ في ان هو يقدر يحترم الاخر ويتعامل مع ذوي الاعاقة. تمام. هو النسخة الاولى لما عملوا قادرون باختلاف كانوا بيقولوا ان هو يوم وخلاص واحتفالية مش هتتكرر تاني، لكن طبعا فاجئنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو خلاص عمل ده، ان كل سنة هيتم اعداد يوم اللي هو قادرون باختلاف يتوافق مع او يتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاعاقة. النسخة الثانية كان فيها لفتة جميلة قوي لما اتكلموا عن مفهوم التنمر او ظاهرات التنمر وانتشارها في الفترة دي. هي ظاهرة التنمر دي موجودة من زمان جدا، ولكن في عصر السوشيال ميديا بدأت تظهر بشكل كبير قوي والناس كلها بدأت تحط ايدها عليها وعينها عليها. الظاهرة دي مشاكلها النفسيه والاجتماعيه كبيره جدا، بتخلي المجتمع ما فيهوش سواء في تمييز واضح جدا بين الاثنين. التنمر هو ان انا استخدم اي نوع من انواع الاساءه او العنف من فرد لمجموعه او من مجموعه لفرد، فبالتالي هنا الفرد بيحس ان هو يا بتنمروا عليه بشكل لفظي من خلال استخدام بعض الالفاظ او المصطلحات السيئه ليه لو هو عنده نوع مختلف في لونه او في شكله او في جسمه او اي حاجه من الحاجات دي، او تنمر جسدي ان هو ممكن بالضرب او الزق او ان هو يقعوا على الارض، او تنمر اجتماعي في ان هم يهمشوه تماما وما يتعاملوش معاه على ان هو يعني حاله شاذة او هو مختلف عنهم في حاجه سيئه يعني. فهنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما لقى ان الظاهره دي انتشرت وبالاخص انتشرت وزادت اكتر على الاشخاص ذوي الاعاقه، لقى هنا لازم الدوله تاخد وقفه وموقف كبير جدا من الموضوع ده، لان يعني احنا كدوله مش هنكون شغالين على ملف ذوي الاعاقه وحقوق ذوي الاعاقه واحنا من الناحيه الثانيه في اتجاه تاني اللي هو ظاهره التنمر. طيب. في ناس حتى تنمرت عليهم ان هم الدوله بتديهم حقهم بشكل كامل في ملفات كتيره جدا. هو ايه ده؟ طب الناس في بعض الناس كانت بتقول يا ريتني كنت معاك عشان اخد حقي زيهم. طبعا ده اتجاه كان خاطئ. طبعا ما ينفعش ان احنا نفكر التفكير ده. فهنا الدولة حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بعد كده ناشد وقال ان هو ناشد البرلمان ان هو يغلظ عقوبة
عقوبه التنمر، حتى بقت عقوبه التنمر اللي هي من 6 شهور لتزيد تصل ل5 سنوات وغرامه ماديه من 10,000 جنيه ل30,000 جنيه. وكمان طالب المؤسسات ووسائل الاعلام والثقافه انهم يشتغلوا على الظاهره دي، علشان بيحاولوا جاهدين ان الظاهره دي تختفي تماما او تقل الى حد ما، علشان حق الاشخاص ذوي الاعاقه دول ان هم اشخاص اسوياء في المجتمع، ليهم قدرات او متميزين في بعض الحاجات زيهم زي الناس العاديين. طب احنا كمان كناس عاديين عندنا متميزين في بعض المجالات، وفي مجالات تانية ما بنكونش متميزين فيها. بالظبط. طب في النسخه الثالثه السنه دي في مشاركه لابطال رياضيين من ذوي الهمم، هم طبعا احنا دايما عندنا تفوق للابطال الرياضيين من ذوي الهمم وبيحققوا الحقيقه ميداليات في مختلف الالعاب. اهميه هذه المشاركه للتعريف بقدره ذوي الهمم من تحقيق او من مواجهه العالم وزياده تحديهم للعالم وتحقيق البطولات. النسخة الثالثة اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحتفل بيها دلوقتي وهي قادرون بالاختلاف نسخة الثالثة، كان أسند إليها الاتحاد العام للعلاقات الذهنية، وده اتحاد كبير جدا وكان له دور كبير جدا مع العلاقات الذهنية. حتى هم في 2019 كان ليهم مشاركة في إحدى الدول وحصلوا على ميداليات وكرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا قرر إن هم يشاركوا بقوة في النسخة الثالثة من قادرون باختلاف. على أساس أن كل العلاقات الدولة مهتمية بيها، ولكن يعني احنا هنلاقي كل سنه بتظهر نوع من انواع العقاد بتقوم بدورها في هذه الاحتفاليه. هم كمان بينضم ليهم اللي هم مصابين الحروق، يعني كمان موجوده معاهم في الاحتفاليه دي. ده كنوع من انواع الدعم النفسي والاجتماعي اللي الدوله بتقدمه لهؤلاء الاشخاص، وكمان ده فرصه جيده جدا ان احنا بنقول لكل شخص او لكل اب او ام عندهم طفل من ذوي الاعاقه انهم يهتموا بيه، يحاولوا يخرجوه يشاركوه في المراكز الاجتماعيه في الانشطه اللي وزاره الشباب بتقوم بيها. الوزاره بتقوم عملت انشاء مراكز تدريبيه لتدريب الشباب على بعض الالعاب الرياضيه المختلفه، كمان انشات مراكز داخل مراكز الشباب علشان ان هي للكشف عن الموهوبين والمبدعين في بعض المجالات. لو احنا دلوقتي لو الام او الاب لقت ان الريس بيكرم ناس من اشخاص ذوي الاعاقه او ذوي الهمم في بعض المجالات، سواء ثقافه او فن او رسم او غنى او كذا او كذا، هنا يكون دفع قوي جدا للام او الاب ان هي تخرج ابنها للنور، تبدا تدور على حق فين في الدوله، فين تبدا ان هي تعلمه صح وتوجهه صح. لان احنا الشخص ذوي الاعاقه بدل ما يكون عبء على الدوله او على ميزانيه الدوله، لا، الدوله مش عاوزه كده، الدوله عاوزه شخص يشارك في التنميه، شخص يكون له دور فعال في المجتمع. وده اللي ظهر من خلال قانون الاعاقه، ان احنا كان في اللي هو نسبه 5% من توظيف ذوي الاعاقه. ده بناء على ايه؟ بناء على ان احنا عملنا برامج تاهيل وتمكين لهؤلاء الشباب او الاشخاص ذوي الاعاقه، علشان بعد كده نوظفهم ونشغلهم مع مين؟ مع الاشخاص العاديين داخل المؤسسات الحكوميه. طب دكتوره، بما انك استشاري للتربيه الخاصه، هل تربيه يعني اصحاب ذوي الهمم لو كانت الاعاقه بتختلف من شخص لاخر، يعني هل التربيه تختلف ايضا او طريقه التعامل مع هذه الاعاقه بتختلف؟ بالتاكيد طبعا. هو لما نيجي نتكلم عن مفهوم الاعاقه بشكل بسيط كده، الاعاقه هي اي شخص عنده قصور او نقص كلي او جزئي بشكل دائم او بشكل مؤقت، بيخلي الشخص ده مش قادر ان هو يقوم بدوره الطبيعي زي اي شخص تاني. طيب فالشخص هنا بيعتمد على شخص اخر علشان يساعده في ان هو يقوم بدوره، سواء في الحياة اليومية اللي هي الحاجات اليومية اللي احنا بنعملها كل يوم، او على اي اداة اخرى اللي هو مثلا عكاز او عصاية او على حسب نوع الاعاقة. طبعا بالفعل كل نوع من انواع الاعاقة بيحتاج مننا طريقة في التعامل. يعني مثلا زي العقاقات الحسية زي اللي هم فاقد السمع او ضعاف فاقد اللي هو لو اعاقة بصرية هنقول اللي هو الكفيف او ضعف البصر، اعاقه سمعيه زي اللي هو الاصم او ضعيف السمع، اعاقات حركيه سواء اللي هو فقط احد الاطراف او اللي هو اللي بيقعد على كرسي، وهكذا. عندنا الاعاقات التعليميه زي صعوبات التعلم، بطيء التعلم والتاخر الدراسي. عندنا الاعاقات الخاصه بالتواصل، عندنا الاعاقات الخاصه باللغه. مفهوم الإعاقة أصبح مفهوم شامل وداخل فيه مجالات وتخصصات كتيرة جدا ما كانتش موجودة قبل كده. احنا زمان كان بالنسبة لنا الطفل أو الشخص المعاق هو اللي ما بيسمعش أو ما بيشوفش أو ظهر عليه الإعاقة الجسدية اللي هي على جسمه بس، لكن أي إعاقات تانية مخفية احنا ما كناش بنبص لها على الإطلاق، كنا شايفين إن دي حاجة رفاهية أو دلع من الطفل مش مديها اهتمام. لكن دلوقتي
لقينا ان كتير قوي من اولياء الامور بداوا يهتموا بالاطفال اللي عندهم مشاكل في القرايه، اللي عندهم مشاكل في الكتابه اللي هي صعوبات التعلم، الاطفال اللي عندهم مشاكل في نطق الكلام سواء اللدغه او التلعثم او الخنف او الحاجات دي. الحاجات دي كلها زمان ما كانت موجوده اوريدي، بس احنا ما كناش شايفينها، ولي الامر ما كانش عنده وعي. الاهتمام بيها بشكل مبكر يا دكتوره بيفرق في مستقبل الطفل. بالتاكيد طبعا، خلينا يعني دي قاعده خلينا متفقين على الاكتشاف المبكر لاي اعاقه او لاي مشكله الطفل بيعاني منها بتساهم بنسبه يعني فوق 90% في حل هذه المشكله، وحتى لو المشكله لحد ما اتحلتش فهي هتقلل من الاثار النفسيه والسلوكيه على هذه الظاهره بالنسبه للطفل. يعني الطفل اكتشفنا مبكر ان عنده مشاكل في القراءه والكتابه، هنبدا نحل المشكله دي، غير لما الطفل يكون عندي في اعدادي او في ثانوي او كذا وابدا اقول ايه ده ابني عنده مشاكل في القراءه والكتابه. طبعا لا، التاثير هنا بيكون عميق جدا في نفس الطفل. طيب بما ان احنا في الاسبوع اللي بنحتفل بيه باليوم العالمي لذوي الهمم، وايضا النهارده انطلاق احتفاليه قادرون باختلاف، عايزين نوجه رسائل للمجتمع للتعامل مع ذوي الهمم واهميه دمجهم في المجتمع. رسائل، اول حاجه القبول المجتمعي، او يعني مهم قوي ان احنا كاشخاص عاديين نتقبل وجود الاشخاص ذوي الاعاقه في ان هم شركاء في النجاح وشركاء في الوطن اللي احنا عايشين فيه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه حقهم في ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نتعامل معاهم باسلوب راقي واسلوب محترم، ما يكونش فيه تكلف، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه قدر من الدونيه او الاحتكار او التقليل منهم، لان احنا ممكن نكون غصب عننا بنتعامل معاهم نظره دونيه شويه، او يا اما في تعالي قوي في التعامل او في تدني او في التعامل، فدي حاجه مهمه جدا. بعد كده لما اجي اتعامل معاه مهم قوي ان عيني تكون في عينه زي ما احنا كده مع حضرتك بنتحاور مع بعض. ما ينفعش ان هو يكون بيكلمني او انا بكلمه باصه في اتجاه تاني، فده معناه ان انا مش مهتميه بيه او مش مديه اي اعتبار للكلام اللي هو بيقوله. دي نقطه مهمه قوي. كمان مهم ان انا ممكن ان انا اساله عن حالته الصحيه، مزاجه، هو عامل ايه النهارده، بشكل كده لطيف احاول على قد ما اقدر ان انا اتعامل معاه بشكل ما يكونش فيه استخدام بعض الالفاظ الهجوميه، ان انا اوصفه مثلا ب انت معاق، انت مشلول، انت ما بتشوفش، انت كلام اللي هو التنمر ده، اللي هو اللغه يعني احنا نفسنا كناس عاديين لما حد بيتنمر علينا بالجمل دي احنا بنتضايق، فمالنا بقى شخص اوريدي عنده المشكله دي. فاعتقد ان الموضوع هيكون اصعب بكتير قوي. طب السنه دي احتفاليه قادرون باختلاف حضرتك شايفها انها بتمس موضوع يعني مهم بالنسبه لذوي الهمم؟ ده يعني سؤال اخير لحضرتك. قادرون باختلاف معناها ايه؟ معناها كل قادر هو مختلف، كل شخص شايف ان هو عنده قدرات خاصه في مجال من احد المجالات او فنون الشعر، القصص، الغناء، الرياضه، الحاجات دي كلها، اذا فهو مختلف. القادرون باختلاف ده برنامج كبير جدا الدوله تبنته بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا اي شخص احنا كل سنه هيكون لينا توجه مع نوع معين من الاعاقات ونحط الاسبوت عليه علشان كل الناس تشاركنا كمان في ان احنا ندعمهم ونتيح لهم الفرصه في المشاركه وان هم يكونوا معانا على خطه التنميه. دكتوره وسام منير استشاري التربيه الخاصه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. على هذه المعلومات وهذه النصائح للاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع. ومشاهدينا بعد الفاصل نتابع النشره الاقتصاديه.